تاريخ وجود ودان نفوق مريخ نفوق دكوك يا الصفوق تقول تحية محبة سلام لكم جميعا المشاهدين الأحباب في كل مكان متابعي قناة الخرطوم وصباح المريخ وتمنيات الانتصار لفريق المريخ السوداني وأيضا فريق الهلال السوداني وبنعتذر عن الخطأ الخارج عن الإرادة لقطاع التيار الكهربائي لكن عودة وانتصار وابتسامة لكل شعب المريخ على امتداد هذا الوطن الحبيب تمنيات بفوز مستحق نرحب بكم جديد الكابتن والمحلل الرياضي هيثم طيب صباح المريخ ثاني صباح الانتصارات واللون الأحمر والأصفر يعني موجود داخل الاستوديو نعم لكن تفاؤل كبير جدا من جمهور المريخ وإن شاء الله صباح انتصارات إن شاء الله هيثم لك التحية وصباح المريخ وإنت برضو جايين بابتسامة وتفاؤل كبير لهذا اليوم العظيم يكون يوم السودان إن شاء الله ونشوف الفرح في كل وجه سوداني الآن بالتأكيد يعني المباراة حتكون مشاهدة عالية جدا رغم عدم وجود الجمهور داخل الاستاد ولكن عبر شاشة قناة الخرطوم الفضائية حتكون فيه مشاهدة عالية جدا ودعم ومساندة لهذا المريخ العظيم فخلينا نشوف شنو من الكلمات اللي لابد نحن نقولها في هذا اليوم لهذا المريخ العظيم الأحمر الوهاج صاحب القلعة الحمراء الجميلة يعني نعم حقيقة يعني اليوم ده تحديدا هو يوم زمان يعني الفترة لما الاستادات كانت مفتوحة كان نقول اليوم ده حق الجمهور لكن الرسالة الليلة اليوم ده يعني حق جهاز فني ولاعبين فقط يعني أتمنى أنه يبذلوا كل ما لديهم يملوا الفراغ الكبير الموجود ويفرحوا الشعب السوداني تحديدا وجمهور المريخ بصفة خاصة جدا بانتصار وانتصار عريض يقدروا يرتاحوا به أو يصعدوا به للمرحلة المقبلة بمشيئة الله نعم المريخ استعداداته للمباراة دي يعني حقيقة الجهاز الفني عمل عليه أنه يعني منذ الانتصار الأخير الإفريقي عمل عليه أنه يجهز التيم لمباراة نيمبا ونيمبا النيجيري معروف من الأندية الما سهلة والقوية جدا خالص يعني يمكن حايز على البطولة دي على مرتين صحيح 2003 2004 نعم يمكن النادي النيجيري الوحيد الحاز على البطولة الأفريقية يعني بكل المقاييس انه هو فريق ما سهل نعم عشان كده المدرب جوميز عمل على استعدادات لمباريات داخلية ودية الخرطوم الوطني نعم حي الوادي نيالة حي الوادي نيالة كانت آخر تجربة له وانتهت 5-0 يعني بعد خشفي معسكر مكفول انا باكد انه ان شاء الله المريخ اليوم جاهز جاهزيه كامله للانتصار ان شاء الله يا رب انت ذكرت يمكن فريق نيمبا فريق كبير جدا لكن المريخ بيكون تاكيد برغم تاريخه الافريقي والعربي الكبير جدا والكاسات المحوله جدا قادر يتخطى يعني فريق نيمبا بسهوله جدا نيمبا يمكن لفترات كثيره جدا بيغيب وبيختفي لكن بيحضر بقوه جدا بينافس حتى على البطوله الافريقيه شفنا يمكن تاريخ نيمبا في البطوله الافريقيه ما تاريخ بعيد زي فريق المريخ السوداني لكن تاريخه حديث حقق البطوله مرتين زي ما ذكرت لكن الإرادة والعزيمة حاضرة في لعبة المريخ عموما المدرب يمكن جوميز يعني يشتغل شغل كبير جدا وحتى البصمة ظهرت في مباراة المريخ الأفريقية الفائتة والمريخ حقق نتيجة مرضية لكل شعب المريخ نتمنى أنه نفس الأداء يستمر اليوم لكن يعني الغياب المؤثر والكبير جدا للكابتن حلوان الكرة السودانية التش حيكون مؤثر لكن النجوم موجودين قادرين يعني يسدوا خانة التش نبدأ بالتشكيل المتوقع لفريق المريخ اليوم والله هو حقيقة يمكن المريخ اليوم كالعادة بأربعة أربعة اثنين ابتداء يعني من يمكن نقول المريخ له يعني مشكلة كبيرة جدا موجودة بغياب التش زي ما قلنا حسب زي ما ذكرنا لكن قادرين بأنه إن شاء الله يلقي التعويض المريخ بيبدأ إن شاء الله بمجيد النيل في حراسة المرمى أمير كمال تيمبيش باليمين كورونغو بالشمال بيبو بيلعب بمحاور اثنين اللي هو ضياء الدين والتيكت والتيكت ده يمكن عنده النزعة الهجومية بيلعب بالصاوي وبيلعب لأول مرة ببكر المدينة كصانع لعب
وعودته برضه وعودته مفرحة جدا للمريخ وللشعب السوداني. طبعا أكيد يعني بقر المدينة يمكن الليلة حيلعب صانع ألعاب لأول مرة في كرة تنافسية، يعني يمكن اللي في الكرة الفاتت ضد حي الواد نيالة يعني أباوت 70 دقيقة بعد ذلك رجع مهاجم بيلعب بسيف تيري وأورلاندو كمهاجمين. لو جينا عينا التشكيلة دي تحديدا بنلقى فيها يمكن 4-4-2 مش كده؟ 4-4-2 فيها خمسة عناصر عندهم النزعة الهجومية الأكثر من الدفاعية. صحيح يعني بكري وصاوي بكري والتكيت وصاوي والتكيت حتى بيبو النزعة الهجومية حاضر عنده بكل تأكيد طبعا. يعني يمكن المريخ اليوم حيخوض المباراة دي بصورة هجومية بحتة جدا. يعني مش راسة خالص، لكن نحن بس برضو يعني حسب لأنه فريق غنيمة مرات في خارج الأرض بيلعب بالهجوم، يعني ما قاعد يركز على الدفاع كثير، يعني مبادر الهجوم لابد أن تكون في قراءة عميقة ودقيقة للخصم. يعني أنا لما أكون داخل مباراة لابد أكون قارية يعني الفريق الآخر يعني. حقيقة أو حتى انتصارات غنيمة الجابة كلها كانت خارج الأرض، يعني آخر مباراة لغنيمة هي يمكن كانت تعادل داخل أرضه. صحيح الصعب بها غلب خارج أرضه 1-0 وتعادل داخل أرضه، يعني أنيمبا معروف تماما أنه خارج الأرض هو فريق شرس يقدم مباريات كبيرة جدا خالص. صحيح. كبيرة جدا ودائما قاعد ينتصر خارج الأرض، لكن كمان نجي المريخ بيملك العناصر عناصر دفاعية ممتازة، يمكن في 5 مباريات مسجل 7 أهداف واستقبل هدف في مرمى، والهدف في مرمى برضو كان خارج أرض الوطن يعني. يعني طيب من خلال قراءتك وملاحظتك للأحداث أستاذ هيثم، يعني قراءتك لمباراة اليوم شكلها كيف؟ والله بالشكل العام للناس ولا بالشكل المحلل الرياضي القادر يشوف كل حاجة يعني صغيرة أو كبيرة في المباراة؟ هي بكل المقاييس مباراة صعبة جدا بكل المقاييس، يعني فريق غنيمبا زي ما قلنا فريق ما سهل. صح. ويملك عناصر ودائما المحلل هو بيدي حلول وبيقدر يعمل خارطة الطريق طبعا للمباراة. يعني فريق غنيمة فريق ما سهل ويملك، يعني بيملك مهاجمين كنا أبو بكر وبيملك حارس مرمى يعني من الحراس الممتازين جدا في 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 الدوري الأفريقي، يمكن ساهم في واحدة من الكاسات اللي أنجزها فريق غنيمة بكل المقاييس. غنيمة فريق ما سهل، نتمنى إنه يعني ديدي جوميز يعني يكون قاري فريق غنيمبا قراية كاملة تحديدا في المباريات الأخيرة. نعم، وبالنظر للوطن العموم ممكن بالأمس نتيجة الأمل كانت مخيبة لكثير من الرياضيين في السودان، ممكن كنا متوقعين انتصار كبير جدا لفريق الأمل السوداني أمل عطبرة، لكن الظروف يعني جات في عكس أمنيات وطموح طبعا الجمهور الرياضي. لكن بنقول له هارد لك إن شاء الله، لكن في المباراة القادمة إنه الأمل يحقق نتيجة. المباراة الفائتة قدم مباراة كبيرة جدا وحقق انتصار داخل وخارج الأرض. نعم حقيقة هو الأمل مباراة قدم، أنا ما بقول ما قدم، قدم مباراة كبيرة جدا. صحيح. ويمكن فيها أهداف كثير كانت ضايعة جدا، ويمكن يعني شوية كده نحن دائما قاعدين نقول إنه شماعة التحكيم، لكن حقيقة مباراة الأمل المباراة دي التحكيم ذبح فيها الأمل ذبحة كبيرة باعتبار إنه فيها ركلة جزاء ما اتحسبت خارج المنطقة، وفي هدف أبيض هو هدف حقيقي بكل المقاييس يعني. فالامل التحكيم الافريقي ده مشاعر، يعني احنا زمان بنخاف من التحكيم الافريقي ده خارج الارض، وكثير يمكن من الفرص وكثير من نتائج المباريات فقد الانديه الرياضيه السودانيه، حتى الكاسات يعني حتى مباراه الهلال المشهوره مع الاهلي المصري يمكن حتى بلسان المصريين انه البطوله دي مستحقه لفريق الهلال، ظلت تظلمات الحكام الافريقيين الانديه مستمره حتى داخل ارضنا يعني. طبعا يمتين الموضوع ده حيستمر، ده هو اللي بيزيد القلق والخوف. صحيح. للمباريات اللي بتكون اذا داخل الارض او خارج الارض بالضبط. نتمنى انه يعني الامل زي ما عودنا في المباراه السابقه بالانتصار العريض خارج الارض، ان شاء الله قادرين الناس كفاح كوتش كفاح يعيدوا فريق الامل ويرجعوا ثاني لسكه الانتصارات بمشيئه الله ان شاء الله. نعم. يا رب. استاذ هيثم، يعني اليوم يوم المريخ باعتبار انه المريخ موجود داخل الارض ويحتاج لمسانده ودعم، لكن برضه بالمقابل الهلال محتاج الدعم طالما هو بيلعب خارج الوطن، فنحن بنتمنى انه نحن كل الناس برضه يكونوا هلال ومريخ اليوم، لانه بيكون الهدف هو السودان اذا كان داخل الارض او خارج الارض. هو حقيقه يعني نتمنى انه برضه الهلال خارج الارض اليوم يعني حقق نتيجة ترضي طموح السودانيين وترضي طموح
جمهور الهلال تحديدا، ويكون اليوم انتصار سوداني لكل الشعب السوداني. ان شاء الله الشعب السوداني كله يكون فرح اليوم ان شاء الله يا رب. ونحن العماد دي يعني في 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 فتره اعياد الاستقلال، ايام الافراح، ايام الافراح نعم، والثوره المجيده صحيح، كلها نتمنى انه تكون متزامنه مع انتصارات هلال المريخ، الامل عبره، وهلال الابيض ايضا من الانديه اللي نتمنى لها الانتصارات بمشيئه الله. مصنوف من فريق المريخ ومن لاعبين المريخ يعني تحقيق نتيجه مريحه جدا في مباراه، يمكن المباراه المنتظره برضه في نيجيريا، عشان على الاقل يسهل عليه الضغط، ونحن يعني ماشيين لمرحله المجموعات. بكل تاكيد اي تراخي من اللاعبين غادي يؤثر يعني في نتيجه المباراه، بتكون المشكله هناك في نيجيريا، غادي يعني اسلوب تحكيمي، تفاصيل الملعب، اشياء كثيره نحن الناس بتخوف منها. على الاقل الفرصه عند المريخ كبيره جدا بتحقيق انتصار كبير جدا مريح يسهل المهمه في نيجيريا. هو حقيقه يعني المريخ الليله محتاج لانه يعني ينتصر انتصار مريح. التشكيله الموجوده متأكد انه ان شاء الله الانتصار موجود. اتمنى انه يعني المريخ ينتصر تحديدا في مباراة اليوم، انتصار يكون مريح له هو في 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 المباراة القادمة، باعتبار انه انيمبا زي ما قلنا قبل انه خارج ارض الوطن اخطر من داخل ارض الوطن، قوي وشرس خالص. نعم استاذ هيثم، يعني نحن في ختام حوارنا معك عبر صباح المريخ، يا ريت لو عندك بعض الرسائل لأكيد اللاعبين وايضا للاداره في المريخ، يعني انه الفوز في هذه المباراه المهمه جدا للمريخ، وبرضه توقعاتك لنتيجه المريخ اليوم. والله يا اخي حقيقه يعني رسالتنا اولا مجلس اداره المريخ، نحن نعتبر انه يعني قام بالواجب تماما، باعتبار انه اليوم هو يوم بعد الساعات القادمه هي ساعه لاعبين وجهاز فني، لذلك نتمنى لو ما مذاكرين كويس خلاص ثاني ما في طريقة. مشكله ثانيه يعني الصلاه يوم القيامه بتنفع. يعني يبقى الجهاز الفني واللاعبين تحديدا، انا متاكد تماما انه الان الجهاز الفني والجهاز الطبي او الطاقم الكامل بتاع الجهاز الفني هو ادى اللاعبين روشته مباراه اليوم تماما. اتمنى انه اللاعبين يكونوا يبعدوا عن الوتر، الوتر والقلق، والناس تكون متماسكه وقويه ان شاء الله. ان شاء الله شكرا جزيلا كوتش واللاعب السابق والمحلي الرياضي هيثم الطيب على كل هذه المعلومات، مع تمنيات بانتصار عريض وكبير لفريق المريخ وفريق الهلال السوداني. شكرا على كل هذه المعلومات، وان شاء الله يلقاكم سعادة قادمات. بنتواصل معكم مشاهدينا الاحباب في كل مكان، متابعي صباح المريخ من قناه الخرطوم.